يسعدنا أستاذة ربيعة عياد بحجر. مروراً بأصغر موظفيها وانتهاءاً بمدير الإدارة العقيد محمود جمل في تطوير معلوماته وقدراته. بشرية رسالة ثانية، إذ أن سقط هذا تنفيذ مهام عملها احنا اليوم بادين في الحفل الختامي للدورة التدريبية الثالثة اللي حضرها عدد كبير من الموظفين يفوق الأربعين موظف من مدينة طرابلس وضواحيها، وقدمنا فيها جملة من المحاضرات غطينا فيها الجانب القانوني والجانب الإداري والجانب التنمية البشرية، وكان الحضور متجاوب ولاحظنا التجاوب الكبير معهم، وإن شاء الله من حسن لأحسن وبارك الله فيكم. سيد أسامة علي منصور. طبعا الإدارة قائمة على تنشيط الدورات وعمل دورات مكثفة في كامل قطاع مصلحة التحول المدني على كامل التراب الليبي لتطوير مستوى أداء الموظفين بكامل. اليوم بتاريخ 28/3 اختتمنا الدورة التدريبية تحت عنوان المفاهيم القانونية والإدارية. كان الحضور شيق جدا وممتاز بصراحة، يعني كامل الموظفين شاركوا معنا من مدينة الشاطئ، من الزاوية، من خارج الزاوية، من سوبراتا، فكانت الدورة ملمة بالإدارة وبالقانون. تم تكريمهم اليوم وأعطاهم الشهادة. أيضا شرفونا ضيوف من مدير مكتب السيد رئيس المصلحة محمد التمر، وجه له كل التحية. بالتالي السيد معاون مدير الشؤون الإدارية حتى هم كانوا من ضمن ضيوفنا اليوم. من أجل القيام بالدور المناط بها، فهي وفقا لما يتمتع به كل موظف من معارف ومهارات وسلوك مصلحة، متمثلة في رأس هرمها الأستاذ محمد التمر. طبعا هذا من